وصلت اليوم إلى مطار حسن جاموس الدولي طائرة نقل محملة بالمواد الغذائية قادمة من طرف مركز سمو الشيخ سيف بن علي بن آل بن آل نحيان من دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بهدف توزيعها للمحتاجين في شهر رمضان المبارك. وكان في استقبال هذه المكرمة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فضيلة الدكتور حسين حسن أبكر. عبد الله هارون برمو مزيد من التفاصيل. بمناسبة قرب شهر رمضان الكريم، فقد وصلت بحمد الله الطائرة الإماراتية السنوية الإغاثية إلى أرض الوطن، والتي تقل مساعدات مختلفة تصل إلى 50 طنا، حيث كان في استقبال رئيس بعثة الإغاثة الإماراتية رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فضيلة الشيخ الدكتور حسين حسن بكر بمطار حسن جاموس الدولي مساعدات إنسانية تتمثل في أجهزة طبية حديثة وتمور وملابس وبعض المفروشات وغيرها من المستلزمات. بهذا الصدد، فقد أعرب فضيلة الشيخ الدكتور حسين حسن أبكر عن فرحته بالمبادرة الإنسانية الطيبة. سمعت الشكر والتقدير لسمو الشيخ خليفة بن زايد آل نحيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ونائبه وولي عهده الأمين، والشكر موصول إلى سمو الشيخ صاحب المكرمات المتكررة والمتعددة سيف بن محمد آل نحيان. أشكر دولة الإمارات لهذه المكارم، وكما تعلمون أن هذه الطيارة تعتبر الطيارة الأشهر قبل حلول رمضان. تأتي هذه الطيارة وتحمل 40 طن من التمور وغيرها خاصة بالمحتاجين. أما رئيس بعثة الإغاثة فقد تحدث عن العلاقات الطيبة بين المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ودولة الإمارات العربية. وطائرة خاصة من سمو ولي العهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وهذه رحلتي أنا شخصيا الرابعة والعاشرة بهذه الطائرة من سموه. طبعا صاحب المكرمة والأيادي البيضاء سمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان الذي جهز الأمور هذه سواء عينية أو نقدية بما يعادل أكثر من 50 طن هدية للشعب التاجر الشقيق قبل وصول رمضان. وللتذكير، فإن هذه المساعدات المقدمة من دولة الإمارات موجهة إلى المساكين والضعفاء وذوي الاحتياجات الخاصة. بهذا الخبر الخيري ننهي العرض الأخير. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.